بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العميد علي محمد الدير، رئيس فرع الدعم بنغازي. بداية أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا بمدينة بنغازي ومدن ليبيا الحبيبة من الشباب، وأعلن أنني تقدمت باستقالتي وأنضم إلى ثورة الشباب، ثورة 17 فبراير، وأعلمكم بأنني في خدمة وطني وشعبي. وأذكر أن هناك عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، مع ملاحظة أن رجل الأمن يعتبر رجل عصور، أي مهمته المحافظة على أمن البلاد وأمن المواطن، ولكونه غير مقرون بأشخاص. وأدعو منتسبي الأمن للتعاون والانضمام. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.